بالي شمس الدين بن عامر، شمس الدين بن عامر بشير المقدم للبلبوز، يلعبها من اليمين ثم توزيع وذي كرة خطيرة ومزلت لبشير الرحيبي، الحكم يقول ما فهم. تقريبا 2000-2500 متفرج. كرة هيثم المحمدي ينفذ كرة مباشرة خطيرة، خطيرة كانت من هيثم المحمدي فوق المرمى بقليل، كانت كرة ضربت في المدافع وكادت تغلط الحارس وسام صدوقة. كرة مازالت النادي الأهلي بن زرتي وتسديدة من شمس الدين بن عامر تخرج دون عنوان، ضربة مرمى للقوافل الرياضية. الرحيبي بشير الرحيبي بين زوج لاعبين يلعبها لبشير المقدم، بشير المقدم، بشير المقدم بين زوج لاعبين، بشير المقدم وخطيرة ممتاز أسامة صدوقة يخرج كان معاه أسامة جبالي، أسامة جبالي وهيثم المحمدي، هيثم المحمدي يرفع كرة طويلة والتدخل من ياسين كشوك يحط كرة في الركنية ويدخل معاه أحمد الحرشاني رقم خمسة ياسر شكري يحط الكرة في التماس يتلعب بسرعة لبشير الرحيبي فما لمسة يد وضربة جزاء، ضربة جزاء للنادي الرياضي البنزرتي لبشير المقدم، بشير المقدم يتقدم، بشير المقدم ينفذ كرة والحارس أسامة صدوقة يتصدى، أسامة صدوقة ينحي ضربة غير النتيجة، أسامة صدوقة يتألق ويخلي نتيجة تعادل سلبي بين السيابي والقوافل وذي كرة واختيرة للسيابي وعلى القائم اختيرة كرة ومازالت بشير المقدم مرة أخرى يضيع كرة أخطر وكان ممكن يسجل في عديد المناسبات آخرها ضربة الجزاء اللي يضاعها بشير المقدم في الدقيقة 21 وذي كرة مخطئة بشير المقدم، بشير المقدم الياس الدريدي يرفع كرة الياس الدريدي وفما راسية وسام صدوقة يدخل مزالة الكرة للسيابي بشير المقدم، بشير المقدم، بشير المقدم يرجع لبشير الرحيبي، خليل بلبوز، خليل بلبوز بين زوج لاعبين، بلبوز يرفع كرة يتدخل الدفاع من القوافل الرياضية بقفصة مباشرة لرامي شمس الدين بن عامر، شمس الدين بن عامر من النادي الرياضي البنزرتي يلعب كرة لبشير الرحيبي، بشير الرحيبي بين زوج لاعبين يسدد كرة تضرب في المدافع وتخرج ركنية، ركنية للنادي الرياضي البنزرتي. قدم بشير المقدم يلعبها لمعاذ السعداوي لخليل بلبوز، خليل بلبوز يسدد كرة والتدخل الدفاعي كرة في الركنية من محمد خليل، مكرم العلوي مازالت عنده الكرة بين زوج لاعبين، مكرم العلوي ما فهموش خليل بلبوز وضاعت الكرة تعود القوافل مرة أخرى، بشير الرحيبي يقطع كرة شمس الدين بن عامر، شمس الدين بن عامر في اتجاه خليل مع فريقها لتسجيل أولى أهداف المباراة اللي كان ممكن يتسجل في الشوط الأول مع ضربة جزاء ضيعها بشير المقدم في الدقيقة 21 كرة للقوافل اختيار وقبسين بن عيسى يلعب لي ريان الرحيمي، ريان الرحيمي شمس الدين بن عامر الرحيمي من جديد، ريان الرحيمي يلعب كرة في اتجاه مكرم العلوي، مكرم العلوي وجه لوجه العلوي مازال محافظ على كرته، مكرم العلوي مع زوج لاعبين من السيابير خليل بلبوز، بلبوز جول 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 خليل، خليل بلبوز ويسجل أهداف المباراة في انتظار نهاية، في انتظار إجابة القوافل أكيد، المباراة مازالت ما وفاتش ومازالت اللعب 55 دقيقة لعب. الحرشاني هيثم المحمدي يرفع كرة طويلة، هيثم المحمدي بجانب المرمى دون خطورة على حارس، خليل بلبوز، ريان الرحيمي يرفع كرة طويلة في اتجاه أسامة صدوقة، مازالت الكرة للسيابي واختيرة مكرم العلوي وكادت تتباغت، كادت تتباغت كرة لريان الرحيمي في اتجاه مكرم العلوي، مكرم العلوي يلعب الخليل بلبوز، خليل بلبوز يلعب كرة في اتجاه مكرم العلوي ما توصلش ويخرج المدافع على الكرة، ريان الرحيمي يطلب منه هيثم القصعي تنفيذ يلعب كرة طويلة في اتجاه مكرم العلوي، مكرم العلوي الخليل بلبوز مزيد كرة مكرم العلوي والتسديدة وأسامة صدوقة، وأسامة صدوقة يتصدى روسي البرقوقي يلعب كرة في اتجاه طاهي، رامي طاهي ما فماش تسلل، رامي طاهي وتسديدة خطيرة ويتألق ممتاز التصدي من قيس العمد، تلعب بالركنية يلعب كرة جبالي يوزع في اتجاه شكون قيس العمدوني ياخذ كورته، أسامة جبالي
كرة مخطئة من دفاعات القوافل تعود لمكرم العلوي، ممتازة المراوغة، 3-3. خليل بلبوز ما يستغلش الفرصة وخطأ تمريرة تبقى دائما للنادي هذا البنزالي. خليل بلبوز بين زوج لاعبين، خليل بلبوز ما لقاش الحلول مكرم العلوي والتدخل الدفاعي. مازالت الكرة وتسديدة أولى في الدفاع، مازالت الكرة لياسر المشرقي، يراوغ ياسر المشرقي، ياسر المشرقي مر الكرة والكرة مكرم العلوي، الثاني من مكرم العلوي. تعود إذن الكرة بهدف ثاني للنادي الرياضي البنزرتي في الدقيقة 73 عن طريق مكرم العلوي. وخليل بلبوز ما يستغلش الفرصة، ارتباك في دفاعات القوافل. كرة إذن ركنية للقوافل تتلعب، تصدي دفاعي، مازالت الكرة للقوافل، توزيعها مباشرة لحارس السابق قيس العمدوني اللي يرفع. يعيط له المدرب سفيان الحيدوسي للأكابر في هذه المباراة. وكرة للقوافل وهذه توزيعها في اتجاه رقم 13، فما تسديدة مازالت هيثم الجويني، ممتاز قيس العمدوني، ممتاز التصدي من قيس العمدوني. كرة ريان الرحيمي في اتجاه شمس الدين بن عامر يسدد كرة بعيدة دون عنوان من شمس الدين بن عامر لريان الرحيمي. ريان الرحيمي من اليسار، خطير ريان الرحيمي، يوزع كرة والدفاع يتدخل ويخرج الكرة للركنية. يعطي إشارة التنفيذ هيثم القصعي، أحمد الحرشاني ينفذ كرة فوق المرمى دون خطورة على قيس العمدون. سين الكاسح يقطع الكرة في اتجاه العلوي، العلوي معاه البرقوقي، العلوي والحكم يرجع ويقول تسلل، يعلن على التسلل المتأخر. رقم 28 أنور الجويني، بن سالم عنده الكرة يلعبها لإبراهيمية، إبراهيمية يسدد كرة والدفاع يدخل، تعود لريان الرحيمي،